هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب سنه ثالثه اعدادي. في الفيديو ده حل تدريبات كتاب المعاصر يونت 2 ليسنز 1 اند 2 الوحده الثانيه الدرسين الاول والثاني. طبعا سمعنا الشرح، شرحت معاكم الدرسين الاول والثاني دول بالتفصيل، قرينا كلماتهم، قرينا الدروس شرح تفصيلي، حلينا كمان وشرحنا الجرامر في فيديو الشرح. النهارده بقى ميعاد الحل، يا ريت نركز كده مع بعض ويلا نسمي الله. بسم الله، please open your books on page 103 ويلا نبدأ. أول حاجة، أول سؤال في تدريباتنا وهو الديالوج. طبعا احنا عرفنا بقى خلاص حل الديالوج، عرفنا ان أول جملة دي هي كنز بالنسبة لي، هي مفتاح الديالوج بالنسبة لي، هي بتعرفني الديالوج كله بيدور حوالين ايه. تعالوا نقراها كده مع بعض ويلا نحل الديالوج بسرعة. عمر wants to buy a t-shirt. عمر يريد أن يشتري t-shirt. تمام، الديالوج بين السيلز مان، بين البائع وبين عمر. طيب ها نتخيل كده الموقف مع بعض، أول ما نشوف الديالوج نتخيل كده الموقف في ذهننا. البائع بيقول، يعني دلوقتي عمر دخل المحل والبائع قبله وبيقول له هلو، أهلا، can I help you؟ هل أقدر أساعدك؟ فلو انت دخلت المحل والبائع بيقول لك كده وانت داخل وعارف ان انت عايز تشتري تيشيرت، فانت هتقول له ايه؟ ها هترد عليه وتقول له يس، ايوه، ها وتقول له انا اريد ان اشتري تيشيرت. هقولها ازاي بقى؟ هقول يس يس، ومن الجمله الاولى دي انا دلوقتي عمر، صح؟ فانا هقول ايه بقى؟ انا بدل عمر هقول اي، هشيل الاس من الفعل علشان اي يجي بعدها الفعل عادي من غير اضافات، وهقول اي ونت تو باي ا تيشيرت وبس كده. تعالوا نشوف كتبناها ازاي، بصوا كده اهي. يس اي ونت تو باي ا تيشيرت، بس كده. تعالوا نشوف بقى التاني، بيقول هنا البائع ساله حاجه، رد عليه عمر وقال له اي وود لايك تو باي ا بلو وان. أنا أريد، would like معناها أريد، أنا أريد أن أشتري واحد لونه أزرق، يعني تيشيرت لونه أزرق. يبقى البائع سأله إيه؟ أكيد سأله على اللون، لأن هو جاوب هنا وقال له إيه؟ الكولر. يعني هنقول إيه بالعربي كده؟ هنقول ما اللون اللي أنت تريده، صح؟ يبقى هقول إيه بقى؟ هي إيه أداة الاستفهام اللي بسأل بيها عن الأشياء؟ فكروا كده، ها هي what؟ برافو عليكوا، صح؟ طيب يبقى أنا هسأل وهقول إيه؟ هسأل وهقول what. what أداة الاستفهام، تمام، بسأل بيها عن الأشياء. خلاص يبقى أنا أول حاجة هقولها هي what. طيب أبدأ بقى أكون، هو بعد أداة الاستفهام هقول إيه؟ الفعل المساعد. يعني أنا كده هقول what أهو، أنا هقول أداة الاستفهام اللي هي what، وأبدأ أدور بعد كده على الفعل المساعد. طيب تعالوا نشوف كده، الفعل المساعد ما بنجيبوش من مخنا، بنجيبه من الانسر اللي على السؤال دي، من الرد اللي على السؤال. فهقول وات اول حاجه، والفعل المساعد اهو وود، شايفينه اهو وود بس مختصر. فانا هقول وات كلر، انا هسال بقى ما اللون، وات كلر، ها وات كلر، وود وود. طيب بعد الفعل المساعد انا كتبت في الفعل المساعد وود في تكوين السؤال، بيجي الفاعل، مين الفاعل هنا؟ الفاعل هنا اي، هيبقى يو. طب تعالوا كده نشوف اهو هيبقى ايه بقى السؤال، وات كلر، وات كلر، ما اللون، وود يو لايك، اللي انت بتريده، تمام اهو. قلت وات كلر علشان شفت لون بلو، وقلت الفعل المساعد وود، وجبت الفاعل يو بدل اي، وجبت لايك. طيب بعد كده البائع بيقول له what about this one، ماذا يعني ايه رأيك في ده، يعني وري له تيشيرت وبيقول له ايه رأيك في ده. فانت لو عجبك هتقول له حلو، تمام. طب انا هعرف منين عجبه ولا لا؟ من بقية الجملة. هو سأله قال له ايه، where can I try it on، يعني اين اين استطيع انا try on اقيسه اجربه، أين أجربه؟ أكيد طالما هيجربه يبقى عجبه، يبقى هيقول له إيه؟ هيقول له جميل مثلا، لطيف، أقول له إيه؟ نايس، هقول له نايس، لطيف. وسأله قال له إيه رأيك؟ فرد عليه وقال له نايس بكلمة واحدة. طيب
قال له بقى اين انا هقيسه؟ قال له you can try it on in the this dressing room. dressing room غرفة تبديل الملابس اللي هي البروفة اللي بتبقى في المحلات. عمر سأله حاجة جاوب عليه ورد عليه البائع وقال له it's 150 pounds. ايه ده انا شفت جنيهات؟ يبقى سأله عن الثمن على طول، سأله عن السعر. يبقى سأله قال له ايه؟ كم السعر؟ يعني ايه كم السعر؟ كم السعر يعني how much. How much؟ كم الثمن؟ كم الثمن؟ طيب دي كده أداة الاستفهام. الفعل المساعد أجيبه منين؟ أهو موجود عندك أهو، بدل it is لأ، أنت عملته في السؤال is it. يبقى السؤال كله على بعضه how much is it؟ كم الثمن؟ طيب بعد كده لما قال له الثمن قال له anything else؟ يعني هل تريد أي شيء آخر؟ أي شيء تاني؟ هقول له thank you أو no thanks. thanks شكرا. ممكن اقول له نو ثانكس، لا شكرا. تمام كده حلينا الدايلوج. تعالوا بقى نحل بقيه الاسئله. ونمبر 2 عندي هنا بيقول لي السؤال الثاني اللي هو التشوز الاختيارات. رقم 1 في الاختيارات بيقول لي ذا فيربس الافعال سيل يبيع، صح؟ اند باي باي يشتري. هم يشتري ويبيع دول عباره عن ايه؟ ها عارفين في العربي كده التضاد؟ ها ان هم ايه اللي هم التضاد. طب تعالوا نشوف كده اوبوزيتس عكس بعض. تضاد يعني عكس بعض. تمام طيب نمبر 2 when you add عندما تضيف الاي ار، لما تضيف الاي ار دول الحرفين دول to the word toast. توست للكلمة توست. you turn it into the name of a. لما انت بتغير كلمة توست. توست يعني عيش توست. تمام طيب لما انت بقى بتغير كلمة توست دي، تمام؟ انت بتضيف لها اي ار، فانت كده خليتها ايه بقى؟ خليتها بيرسون شخص ولا خليتها ماشين والآلة ولا خليتها بلايس مكان ولا انيمال؟ لا خليتها ماشين آلة اللي هي آلة صنع الخبز، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بعد كده رقم 3 to give the opposite لكي تعطي عكس، لكي تعطي عكس of regular. regular يعني منتظم، تمام؟ we add the prefix ان انت بتضيف ايه؟ بتضيف البدايات اللي هي ايه؟ اي ار irregular. عارفين الافعال المنتظمه والافعال غير المنتظمه؟ الافعال اللي هي المنتظم regular، غير منتظم irregular. irregular. طيب يلا نشوف رقم 5. رقم 5 هنا كده بيقول لي او قال ايه از يوزد، بيستخدم to make hot drinks لصنع لعمل المشروبات الساخنه. هي ايه بقى؟ الكافي ماشين ولا الانسترومنت ولا الفريدج ولا الفريدج ولا الاوفيس؟ اكيد طبعا الكافي ماشين اللي هي ماكينه صنع القهوه للمشروبات الساخنه. تمام بعد كده رقم 6 there are يعني يوجد. there are معناها يوجد. a lot of يعني الكثير من الفري كورسز الكورسات المجانيه اونلاين على الانترنت. the word free هي كلمة free دي بقى معناها ايه؟ means بتعني ايه؟ free معناها مجانا، صح؟ طيب inexpensive يعني مش غالي ولا cheap رخيص ولا unpaid غير مدفوع يعني مش مدفوع فيه فلوس ولا usual عادي؟ لا طبعا اكيد unpaid لان هي free يعني without money من غير فلوس. تعالوا كده turn the page وهنروح لبيج 104 ورقم 2 المطلوب مني فيه هنا تكست ومطلوب مني ان انا اكمله بالكلمات اللي موجودة قدامي. الكلمة الاولى discount معناها تخفيض، وبعدين كلمة cheap رخيص و cheaper ارخص، وديل معناها معاملة او هنشوفها الوقت في سياق الجملة هتفهموها اكتر. انترنت يعني النت، وسمارت اللي هي انيق او حلو يعني. تعالوا نشوف كده there is a big sale يوجد تخفيض كبير in the shopping mall في مول التسوق in our area في المنطقة بتاعتنا. all the clothes كل الملابس are كل الملابس بتكون ايه؟ طالما في تخفيض يعني كل الملابس هتكون ها رخيصة. طب ما هو ينفع اقول رخيصة بس استنوا مكتوب زان. زان دي زان
يبقى أنا كده بقارن بين حاجة وحاجة، لأن بيقول لي than usual this week يعني من المعتاد هذا الأسبوع. طالما شفت than يبقى على طول أحط الصفة اللي فيها إيه؟ ER. أنا بقارن كده بين حاجتين. ارجعوا الفيديو الشرح كده هتلاقوا إن أنا شارحة الكومباريتيف دي، المقارنة بين الصفات. بحط الصفة وفيها ER وبعدها than، خلاص شفت صفة فيها ER أحط than، شفت than أحط الصفة وفيها ER، يبقى هختار cheaper than أرخص من المعتاد. This microwave، المايكرويف ده has a 25 اللي هي يعني تخفيض، يعتبر عليه تخفيض 25% discount ماشي. طيب that it usually costs، هو عادة بيتكلف 1000 يعني بيتكلف 1000 جنيه، but now لكن دلوقتي it is 750، it's 750 يعني بيتكلف 750 جنيه. أسامة's family، عيلة أسامة want to buy، بتريد إنها تشتري إيه بقى؟ نقط تي في اللي هو سمارت، اللي هو التلفزيون الذكي، تلفزيون الذكي سمارت تي في، تلفزيون الذكي احنا ترجمناه اونيك في الاول، لكن سمارت بتيجي مع تلفزيون اللي هي التلفزيونات الذكية اللي بقدر اشغل عليها وصلات الانترنت. طيب سو لذلك that they can watch films، اهو بصوا بيقدروا يشاهدوا الافلام on the بيقدروا يشاهدوا الافلام اللي من على الانترنت، تمام، علشان دي سمارت تي في. تعالوا بقى نكمل الجمل دي مع تصحيح الافعال. نمبر 1 احمد از ايه زان علي. طيب انا عندي صفه وعندي مقارن اول ومقارن تاني، انا بقارن بين شخصين، فاكرين في الشرح بقارن بين اتنين، بين شخص وبين شخص، بين احمد وبين علي. الصفه اللي بقارنهم فيها اللي هي جود. طيب انا عندي هنا جود من الصفات الشاذه، فاكرين الصفات الشاذه اللي انا بقول بحفظها زي ما هي؟ طيب جود عايز اقول افضل من علي، هقولها ازاي؟ لا هقولها بيتر، بيتر اهي، بصوا نحفظها، دي الصفات الشاذه اللي ما بتمشيش على القاعده ما بضيف لهاش اي ار، فجود تبقى بيتر، افضل من علي. طيب نمبر 2 this is ايه بقى؟ this is نقط فيلم I have ever seen، هذا هو ايه الفيلم اللي انا يعني ابدا ما شفتش زيه. بصوا يا ولاد طالما لقيتوا كلمة I have even، I have even يعني اللي انا ابدا ما شفتش زيه، ده المكان اللي انا عمري ما شفتش يعني زي وحشته زي جماله، يعني المهم ان انا بقارنه بين، بقارن بين الشيء ده وبين كل الحاجات التانية اللي انا شفتها، تمام؟ يعني بقارن بين شيء وبين مجموعة، خلي بالكوا فاكرين ده السوبرلاتيف اللي هي التفضيل، انا بقارن بين حاجة واحدة وبين مجموعة وبين حاجات كتير، فانا بستخدم الايه بقى؟ ها الزا، الزا والصفة، بس باد عندي، باد عندي من الصفات الشاذة، فهقول ايه بقى؟ فاكرين باد اللي هو سيء، وورست اسوأ، ذا وورست الاسوأ، ذا وورست الاسوأ، يعني هذا هو الفيلم الأسوأ اللي أنا ما شفتش زيه أبدا. طيب رقم 3 neither أمنية يعني ولا أمنية، نور نورة ولا أمنية ولا نورة، ever إيه ever إيه شوب أونلاين، ها ولا أمنية ولا نورة يعني بتتسوق أونلاين. طيب بصوا يا ولاد هنا بعمل إيه؟ بعد neither، بعد نايزر بتعامل، بتعامل مع الفرد بس واحد، كأني بقول واحد بس، كأني بتعامل ان الفاعل واحد بس، يعني الفاعل هنا مش جمع، الفاعل هنا هعتبره ايه؟ شي، فهياخد بقى شي بيجي بعدها الفعل بضيف له ايه؟ بضيف له اس عادي خالص، يعني هقول شوبس، يعني ولا أمنية ولا نورة بتتسوق على الأونلاين، يعني هحط ايه بقى؟ شوبس بدل شوب، لا شوبس، لان الفاعل لما يكون مفرد بيجي بعده الفعل في اس، بيجي بعده الفعل في اس، تمام يا ولاد؟ يعني انا عندي هنا نايزر ولا نورة ولا أمنية بيتسوقوا عبر الانترنت، خلاص؟ طيب رقم 4، رقم 4 بيقول لي ايه؟ رقم 4 اول حاجة بيقول
نقط ايزر هي المفروض ايزر ان انا اغيرها. بيقول لي ايزر ايه سما نور تقى سبيكس جيرمان. ايه ده، في حاجه عرفتني ان ما ينفعش استخدم ايزر. ها ايه هي؟ عارفين ايه هي؟ ها نور. برافو عليكم. فاكرين لما احنا شرحنا وقلنا نايزر صاحبتها مين؟ نور. لكن ايزر اور. شفت نايزر اختار نور، شفت نور اختار نايزر. يبقى انا شفت نور عرفتني ان انا ايه اكتب مين؟ نايزر. المفروض هنا اكتب نايزر. تمام، نايزر نور، نايزر نور للنفي، بتنفي الجمله. طيب رقم 5، ذا 3، ذا 3 ماشي، ذا 3 تي شيرتس. الثلاث تيشيرتات دول ار جود، الثلاثه جيدين، الثلاثه حلوين. بط لكن انا نيد، انا بحتاج الايه بقى؟ 1. استنوا كده، انا بحتاج الاكبر فيهم. يعني انا بقارن بين واحد بس في الثلاثه دول كبير، تيشيرت كبير، وبين المجموعه كلها اللي هم الثلاثه دول. طيب يبقى انا هختار ايه بقى؟ السوبرلاتيف اللي هي ايه؟ ذا 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 والصفه وفيها اي اس تي. ده التكوين. اول ما بشوف جزء من التكوين، عارفين زي بازلز كده، مكعبات، لقيته كده ركن من البيت، فانتوا بتكملوا بقى بقيه الصوره. فاحنا لقينا ذا، يبقى احنا هنختار الصفه ونزود لها ايه؟ اي اس تي. وطبعا احنا عارفين الصفه اللي هي بيك، علشان هي الثلاث حروف دول اللي هم ثلاث حروف واخرها حرف ساكن وقبله حرف متحرك، فانا بضاعف الحرف الاخير وبزود عليها الاي والاس والتي، يبقى بيجست. تمام كده حلينا الاكسرسايزز، التدريبات على ليسن 1 اند 2. يا رب تكونوا فهمتوه، ويا ريت يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو علشان كتير من الطلبه وكتير من صحابكم يستفيدوا بالفيديو. ويا ريت اللي ما عملش اشتراك للقناه يعمل يدوس على كلمه اشتراك علشان يستفيد بكل الفيديوهات اللي بننزلها. باي باي.